بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية لانفورماتيك. إذا في هذه الحلقة سنتحدث في الإعلاميات. في هذه الفقرة سنرى لو ديسك دور. لو ديسك دور، القرص الصلب. طبعا القرص الصلب هو من المكونات المهمة للحاسوب، فعلى هذا القرص طبعا توضع جميع المعطيات الخاصة بالحاسوب، الخاصة بنظام الحاسوب، والمعطيات الأخرى الخاصة بالشخص، وباقي المعطيات مثلا صور أفلام أو صوتيات إذا خزناها في الحاسوب، إذا تم تخزينها في الحاسوب فهي لن تخزن إلا على هذا القرص الصلب. لو ديسك دور، سي سور لو ديسك دور كو لي دوني ا كونسيرفي سون تنغوجيستري. إنه على القرص الصلب كو، بحيث كوليدوني بأن المعطيات أكونسيري المخصصة للحفظ، هنا عندنا للحفظ سونت انغوجيستري يعني أنها تحفظ، طبعا نتكلم على لو فيرب انغوجيستري يعني أنك تسجل. سي سور لو ديسك دور كوليدوني أكونسيري سونت انغوجيستري، إذن إنه على القرص الصلب وليس في مكان آخر في الحاسوب. طبعا إذن إنه على القرص الصلب كو لي دوني، أن المعطيات، طبعا نتكلم عن لي دوني، المعطيات بما فيها الفيديوهات والصور والصوتيات والكتابات، إذا تم حفظها في الحاسوب فهي ستحفظ على القرص الصلب. إذن سي سور لو ديسك دور كو لي دوني ا كونسيرفي، إنه على القرص الصلب أن المعطيات للحفظ، المقصود المعطيات المخصصة للحفظ كما قلنا فيديوهات صور صوتيات كتابة. إنه على القرص الصلب أن المعطيات للحفظ سنغيسخ يعني أنها تسجل، المعطيات المخصصة للحفظ على الحاسوب هي تسجل على القرص الصلب. ستعدير أببخيتو، ستعدير يعني بما يعني أببخيتو، إذن بما يعني الكل، المقصود كل ما يسجل في الحاسوب فهو يسجل في القرص الصلب. لي فيشي، إذن نتكلم عن الملفات دي سيستام ديكسبلواتاسيون، إذن الملفات الخاصة بالنظام التشغيل. طبعا كما نعلم بأن الحاسوب لا يمكنه الاشتغال دون نظام تشغيل، إذن لكي نثبت نظام تشغيل على الحاسوب طبعا لابد لنا من وضع ملفات هذا النظام على القرص الصلب. إذن في الملفات التي يشتغل من خلالها الحاسوب، والتي كما لو نقول تبعث في الحاسوب الروح لكي يبدو على ما هو عليه، إذن هذه الملفات المستغلة في تشغيل الحاسوب هي تثبت على القرص الصلب. إذن ستعدير أببخيتو، إذن بما يعني الكل، المقصود أننا نتحدث هنا عن كل ملفات لي فيشي دي سيستام ديكسبلواتاسيون، إذن بما فيها ملفات نظام التشغيل، لي لوجيسيال ثم البرامج، اي سورتو فو دوني، وخاصة معطياتك، المقصود هنا ملفاتك، مثلا فوتو، فيديو، ميزيك، ايميل، اتسيتيرا. إذن كل المعطيات التي يتم تسجيلها على الحاسوب هي تسجل مباشرة في القرص الصلب. On ne voit pas le disque. طبعا عندما نفتح جهاز الحاسوب ثم نأخذ منه القرص الصلب طبعا لن نرى القرص، طبعا سنرى فقط علبة صغيرة، طبعا سنرى فقط علبة صغيرة كما نرى في الصورة، لكن القرص الذي تسجل عليه كل المعطيات التي ذكرنا هو داخل هذه العلبة، إذن كما نرى في الصورة، إذن هذا هو القرص الصلب. ثم on ne voit pas le disque plateau، إذن نتكلم عن بلاطو، طبعا نتكلم عن القرص كقرص، اون لي ميم يعني اننا لا نراه هو ذاته، ني لو برا ميكانيك كي تي لا تيت دو ليكتور كونتريرمون ا ليلستراسيون سي كونتر، ولا الدراع الميكانيكيه التي تشد راس القراءه، قراءه هذا القرص الصلب عندما يبدا في الدوران. اذا نتكلم عن قراءه هذا الراس لهذا القرص الصلب عندما يبدأ في الدوران.
إذن نحن لا نرى هاد القرص الصلب ولا هاد الذراع الميكانيكية التي تقبض رأس القراءة. La tête de lecture. La tête de lecture. رأس القراءة. ولا الذراع الميكانيكية التي تقبض على رأس القارئ. طبعا عند تشغيل الحاسوب مثلا فلا بد من قراءة ملفات النظام لكي يشتغل الحاسوب، ثم لا بد من قراءة المعطيات التي نضعها نحن على الحاسوب من طرف قارئ. طبعا هناك كما نقول رأس القارئ التي تحمله ذراع ميكانيكية من على هذا القرص الصلب. إذن كما تنشوفوا عندنا هاد القرص الصلب، ثم عندنا هاد الذراع الميكانيكية المتحركة طبعا، وفي رأسها وفي أعلاها عندنا واحد العوينة، كما نقول هناك عين صغيرة تقرأ ما على القرص الصلب. إذن كونتخيغمون على عكس الليلوستراسيون، على عكس الصورة. كونتخيغمون الليلوستراسيون سي كونتخ، كونتخيغمون الليلوستراسيون سي كونتخ يعني على عكس الصورة جانبه. إذن على عكس الصورة جانبه، في العادة لا يمكننا أن نرى لا القرص ولا الذراع الميكانيكية التي تحمل رأس القارئ طبعا على عكس ما نراه في الصورة. إذن on ne voit pas le disque يعني في العادة لا نرى القرص الذي يسمى بلاطو، طبعا الجسم المسطح. on ne voit pas le disque يعني أننا لا نرى القرص، بلاطو الجسم المسطح، en lui-même يعني نفسه ذاته. طبعا في العادة لا نرى هذا القرص نفسه، ni le bras mécanique ولا الذراع الميكانيكية، يعني أننا لا نرى لا القرص ولا الذراع الميكانيكية. كيتيا التي تقبض، تقبض ماذا أو تشد ماذا؟ لا تيت دو ليكتور كونتخيرمون ا ليلوستراسيون سي كونتخ. إذن التي تقبض رأس القارئ على عكس ما نرى في الصورة جانبه. Il se présente sous la forme d'un boîtier. إذا القرص الصلب يقدم sous la forme على شكل d'un boîtier rectangulaire. يعني أنه يقدم على شكل علبة rectangulaire، يعني أنها مستطيلة. فيسي، فيسي يعني أنه مربوط بمسامير لولبية. فيسي أو بواتي دي بيسي يعني أنه مربوط بعلبة أو بهيكل الحاسوب. بلوس لا فيتيس دو روتاسيون دي بلاطو إت امبورتونت. إذن أكثر سرعة كما ذكرنا قبل قليل بلاطو، سرعة القرص المسطح بلوس لا فيتيس دو روتاسيون دي بلاطو إت امبورتونت. أكثر سرعة، طبعا نتكلم عن أقراص، إذا نتكلم عن دي بلاطو، إذا أكثر سرعة الأقراص إت امبورتونت يعني أنها مهمة، المقصود أنها كبيرة. بلوس لي بيرفورمانس، إذا أكثر تكون النتائج سون تيلفي، أكثر النتائج سون تيلفي يعني أنها أكبر. إذا قيمة هاد القرص الصلب تكون أيضا في سرعة دوران قرصه الداخلي. إذا كما نرى بليس لا فيتاس دو روتاسيون، أكثر سرعة دوران دي بلاطو يعني سرعة دوران هاد الجسم المسطح المقصود القرص إي تامبورتونت يعني أنها مهمة. بليس إذا بقدر دوران هاد القرص الصلب، بليس لي بيرفورمانس يعني بقدر النتائج سون تيلفي يعني أنها مرتفعة. إذن كلما كانت سرعة القرص الصلب الداخلي كبيرة كلما كانت النتائج مهمة. بلوس لا فيتاس دو روتاسيون دي بلاطو إت امبورتونت، بلوس لي بيرفورمانس سون تيلفي. أون تخوف أكتويلمون دي ديسك دور تورنون يعني حاليا، أون تخوف يعني أننا نجد، سيرفير تخوفي، تخوفي يعني وجد، أون تخوف يعني أننا نجد، أكتويلمون يعني حاليا يعني في وقتنا الراهن، أكتويلمون يعني حاليا، أون تخوف أكتويلمون يعني أننا نجد حاليا، ماذا نجد حاليا؟ دي ديسك دور تورنون، أون تخوف أكتويلمون دي ديسك دور تورنون يعني أننا نجد حاليا أقراص صلبة تورنون يعني أنها تدور.
هنا عندنا كما نقول دائرة، المقصود أن تدور عسامي 400، يعني أن تدور ب 5400، 7200 أو 7200، 10000 أو 10000، و 15000 أو 15000 RPM، دورة في الدقيقة، يعني أنه في وقتنا الراهن هناك أقراص صلبة تغنو، يعني أنها تدور 5400 RPM أو 7200 RPM أو 10000 RPM أو 15000 RPM. وما معنى RPM؟ المقصود بها راوند بير مينيت، تور بير مينيت، دورة في الدقيقة، تور بير مينيت، راوند بير مينيت. إذن تور بير مينيت، تور بير مينيت، دورة في الدقيقة. إذن حاليا في وقتنا الراهن هناك أقراص صلبة تدور ب 5400 دورة في الدقيقة، وهناك أقراص صلبة تدور ب 7200 دورة في الدقيقة، وهناك أقراص أخرى تدور ب 10000 دورة في الدقيقة، وهناك أيضا أقراص صلبة أخرى تدور ب 15000 دورة في الدقيقة. إذن كما قلنا، كلما كانت سرعة دورة القرص أكبر، كلما كانت قدرة هد القرص الصلب على الدوران بشكل أكبر، كلما كانت قيمته أكبر، لأن نتائجه ستكون أكبر. إذن plus les performances sont élevées, plus la vitesse de rotation des plateaux est importante, plus les performances sont élevées. On trouve actuellement des disques durs tournant à 5400, 7200, 10000 ou 15000 RPM. La vitesse de 7200 et 10000 RPM étant les plus répandues. إذن سرعة 7200 في الدقيقة أو 10000 دورة في الدقيقة هي الأكثر انتشارا. طبعا سرعة الأقراص ذات 7200 دورة في الدقيقة أو 10000 دورة في الدقيقة إيطون كونها، إيطون كما نقول كونها، المقصود كما نقول كون، المقصود كونها لي بلي ريبوندي، لي بلي ريبوندي، الأكثر انتشارا. المقصود هنا بأن الأقراص ذات 7200 دورة أو 10000 دورة في الدقيقة هي الأكثر انتشارا. إلى غولي، يعني أنه هو مربوط. طبعا نتكلم عن لو ديسك دور، إذا لو ديسك دور إي غولي، إذا القرص الصلب مربوط على كارت ماغ باللوحة الأم. طبعا كما قلنا فيما سبق أن كل مكونات الحاسوب الداخلية والخارجية هي مربوطة باللوحة الأم. لماذا؟ لأن اللوحة الأم هي التي توفر العلاقة بين هذه المكونات. إذن إلى غولي على كارت ماغ، يعني أنه هو مربوط باللوحة الأم غراس أون ناب، غراس أون ناب، يعني أنه مربوط باللوحة الأم بما يسمى الناب. طبعا كلمة ناب المقصود بها كابل بلاغ. إذن نتكلم عن كابل بلاغ، إذن نتكلم عن كابل ولكن مسطح، إذن تنقول إحنا كابلي على شكل شريط. طبعا هذا الكابل يتضمن مجموعة خيوط مصفوفة على شكل شريط، إذا نتكلم عن الناب. طبعا القرص الصلب هو مربوط باللوحة الأم عن طريق هاد الناب، عن طريق هاد الكابل الذي قلنا بأنه مسطح، كابل بلا. إذن إلي غولي على كاتما غراس، يعني أنه مربوط باللوحة الأم بفضلي، غراس بفضلي الناب، بفضلي كابل مسطح يسمى الناب. دو تيب IDE، يعني من نوع IDE. طبعا الكابلات المسطحة أنواع، وهذا الشكل منها، دو تيب IDE. إذن هذا الكابل هو من هذا النوع، أو غراس أو بفضلي، المقصود بأن القرص الصلب أيضا يربط في حالات أخرى غراس أو غراس أو بفضلي أو زانترفاس ساتا سيريال أتا أو أس سي أس إي أو أس سي أس إي. طبعا هناك إمكانية أخرى لربط القرص الصلب باللوحة الأم، طبعا من غير الكابل المسطح. طبعا نتكلم عن الأقراص الصلبة ساتا، طبعا أنها تربط مباشرة باللوحة الأم،
على عكس الأقراص القديمة خاصة في حواسيب المكتب. إذن في حواسيب المكتب الكبيرة طبعا تستعمل هاد الكابلات بشكل كبير. طبعا حاليا تربط الأقراص السلبة باللوحة الأم مباشرة عن طريق تقنية جديدة. إذا نتكلم عن الأقراص السلبة ساطة، إذن أن كافاليي كما نقول فارس، أن كافاليي. طبعا كلمة كافالي لا معنى كثيرة منها فارس، إذا نتكلم عن أن كافاليي المقصود فارس. طبعا هنا نتكلم عن مسمار صغير يسمى أن كافاليي، سنرى دوره في هاد العبارة. أن كافاليي أبوزيسيوني، إذا طبعا نتكلم عن لابوزيسيون، لابوزيسيون يعني الوضعية. إذا أن كافاليي أبوزيسيوني، إذا هناك أداة صغيرة كما نقول بأنها على شكل مسمار لكنها في الحقيقة ليست بمسمار، هي أداة تربط بين سنين من مجموعة أسنان موجودة في آخر القرص الصلب. إذا نقول عنها أن كافاليي، أن كافاليي أبوزيسيوني. إذا نتكلم عن هذه الأداة الصغيرة أبوزيسيوني لموضعاتها، لموضعاتها المقصود أننا نعطيها وضعية معينة، نضعها هنا أو نضعها هنا أو نربطها هنا إلى آخره، ولكن حسب خيارات خريطة أو تصميم يوجد بجانب القرص الصلب. طبعا على جانب القرص الصلب نجد شكل خريطة أو شكل تصميم بسيط يرينا كيف علينا أن نربط، كيف لنا أن نضع هذه الأداة الصغيرة حسب استعمالنا للقرص الصلب. إذن أن كافاليي أبوزيسيوني، إذن هناك أداة صغيرة لموضعتها à l'arrière du boîtier، خلف هاد العلبة، خلف العلبة، permet يعني أن تمكن، le designer comme disque maître، إذن تمكن من تعيينه، إذن permet le designer comme disque maître، تمكن من تعيينه كوم ديسك ماتخ يعني كقرص سيد، لو ديسك دور برينسيبال ماستر. إذا نتكلم عن القرص الصلب الأساسي أو كوم اسكلاف أو كقرص صلب ولكن عبد. إذا كما نرى هنا عندنا صيغتين، نتكلم عن القرص الصلب السيد والقرص الصلب العبد. ان ديسك دور اوكسيليير سليف، اذا نتكلم عن قرص صلب ثانوي نسميه سليف. طبعا سليف المقصود بها اسكلاف. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام احيانا نريد ان نربط، نريد ان نضع بالحاسوب قرصين صلبين او اكثر. عندما نضع قرصين صلبين او اكثر هنا يطرح السؤال، ما هو القرص الصلب الذي على نظام التشغيل بالحاسوب أن يتعرف عليه كقرص صلب يتضمن كل ملفات النظام، ومن هو القرص صلب الذي سيستعمل كإسبي؟ أحيانا خاصة في الحواسيب المتعلقة بالمكاتب الكبيرة أحيانا نفكر في إضافة قرص صلب آخر للحاسوب، يعني بداخل الحاسوب. طبعا عند ربط القرص الصلب الجديد بالحاسوب يطرح مشكل بالنسبة لنظام التشغيل، يطرح سؤال أي القرصين يتضمن ملفات نظام التشغيل. طبعا لكي نسهل على النظام معرفة القرص الصلب المتضمن لملفات التشغيل، طبعا نضيف، طبعا نحرك هاد الأداة الصغيرة في آخر القرص الصلب لنجعل منه سيدا أو عبدا. إذا كان سيدا المقصود أنه يتضمن ملفات نظام التشغيل، أما إذا كان عبدا، أما إذا جعلنا منه عبدا فالمقصود أنه مجرد USB كبير، فالمقصود أنه مجرد USB كبير داخل الحاسوب. طبعا الذي يحدد لنا موضعة هذه الأداة الصغيرة في آخر القرص الصلب هو التصميم أو الخريطة الصغيرة الموجودة المرسومة على علبة القرص الصلب. إذن هذا التصميم هو الذي يدلنا على كيفية تغيير مكان هذه الأداة الصغيرة في آخر القرص الصلب، حسب إن كنا نريد أن نجعل منه قرصا صلبا سيدا ماستر
أو حسب إن كنا نريد أن نجعل منه قرصا صلبا تابعا سليف، المقصود أنه كما لو نقول مجرد يسبي. إذن كما نرى أن كافالي أبوزيسيوني على الأغيار دي بواتي permet de le désigner comme disque maître, permet de le désigner comme disque maître, le disque dur principal, master, ou comme esclave, un disque auxiliaire, slave. Les disques durs aujourd'hui, et dans l'akras al-solba al-yom, peuvent contenir, يمكن أن تتضمن des centaines de gigaoctets. إذن ممكن أن تتضمن مئات جيجا أوكتي دوني يعني من المعطيات. إذن الأقراص الصلبة اليوم يمكن أن تتسع لمعلومات كبيرة، لعدد من المعلومات بشكل كبير. إذن لديسك دور aujourd'hui peuvent contenir des centaines de جيجا أوكتي دوني. الأقراص الصلبة اليوم يمكن أن تتسع لكم من المعطيات يقدر بمئات جيجا أوكتي، voire plusieurs teraoctets de données. يعني أكثر من هذا. عندنا هنا voir، هذه ماشي voir يعني رأى، هذا المقصود بها أكثر من هذا، plusieurs teraoctets. إذن هناك أقراص صلبة اليوم تتسع لمئات من الجيجا أوكتي. جيجا أوكتي المقصود 10 أس 9، المقصود أننا نتحدث عن عددين يمثل بواحد وخلفه 9 أصفار، نتكلم عن واحد وخلفه 9 أصفار، بما يعني مليار. إذن عندما نتكلم عن مئات جيجا أوكتي من المعطيات، المقصود أننا نتحدث عن مئات المليارات من المعطيات. voir plusieurs teraoctets، voir plusieurs teraoctets de données. إذن أكثر من هذا عدة تيغا أوكتي، عدة تيغا أوكتي. تيغا أوكتي المقصود بها 10 أس 12، المقصود أننا نكتب واحد ثم نضع خلفه 12 صفرة. طبعا نتكلم عن عدة أعداد من هذا العدد من المعطيات. إذا نتكلم عن حجم كبير من المعطيات يمكن أن تتضمنها هذه الأقراص الصلبة حاليا. طبعا ورغم المحتوى الذي يمكن أن تتضمنه هاد الأقراص الصلبة ورغم السرعة التي قد تصل لها، طبعا القرص الصلب المعروف الآن يتم تعويضه بما يسمى SSD، هذا قرص صلب آخر تقريبا يشبه القرص الصلب لكنه قرص صلب من نوع آخر أسرع وله مميزات أهم. هذا ما سنراه في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.